هنايا في مستشفى بوفاريك حنا قايمين بالحالة هنايا، وكاين إشاعات عم يقولوا بلي الناس هي مهولة وراهي مقلقة. هذه غير حالة خفيفة، ماهيش يعني مؤكدة، وماهيش حاجة اللي تدير هذا المشكل الكبير اللي راه صاير في البلاد وراهي كاع في العالم. وحنا الحمد لله رانا مسيطرين على الوضع، والمرضى راهم في أحسن حال والحمد لله. المرضى كي تحدثوا عليهم كيف راهم حالتهم النفسية؟ حالتهم النفسية جد مطمئنة، وكل واحد في حالته بكل اطمئنان. وكاين اليوم ان شاء الله خرجوا ثمان حالات في احسن حال، وراهم في راحوا لبيوتهم وراهم في ظروف جيده، وتلقوا العلاج المناسب. احنا ناخذوا في المستشفى تاع فرنسا وجينا نعاونوا خاوتنا هنايا في بوفاريك، انا ندعموا فيهم، واللي يحب يجي من المستشفى فرنسا فانو يعاون خاوته من هنا يجي. ما كان والو، الحاله راهي نورمال ورانا نسيروا فيها غير بشويه وان شاء الله ما يكون والو. كيما يقول لك هذه غير لاغريب برك، والناس يدير في الدعايات. الما في بوفاريك ما كان والو، انا واحد فولونتير جيت من مستشفى فرنسا فانو لبوفاريك، ما حبوش يجوا. انا الاول اللي راني جيت، وخاوتي اللي راهم جايين من مستشفى فرنسا فانو غير يجوا، ما كان والو في بوفاريك. سمعنا انه ثمان حالات يعني شفاو وخرجوا من المستشفى، واش تقولنا على الحالات هذه؟ يعني خرجوا قبيله، خرجوا ثمانيه وخرجت المرات والفرحانه، وان شاء الله ما كان والو، بيريودا وجايزه.